النقيب العام يهنئ السادة المحامين بالعام الميلادي الجديد. نقيب المحامين يهنئ الباباط وادرس الثاني والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد. نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد ويطالبهم بقراءة قانون المحاماة. بحضور نقيب المحامين، النائب العام يطلق المرحلة الأولى من خدمات النيابات الجنائية عبر البوابة الإلكترونية. انطلاق عمليات تجديد كارنيهات العضوية واستخراج البطاقة العلاجية للمحامين لعام 2024. لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، تدوين مواد القانون التي تنص على حصانة المحامي على كارنيهات المحامين لعام 2024. للعام الثاني وبدون زيادة في الاشتراكات، تجديد كارنيهات العام الجديد واستخراج البطاقة العلاجية للسادة المحامين من مقار النقابات الفرعية. نقابة المحامين توقع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد لتوفير مكاتب لخدمات البريد والشهر العقاري والأحوال المدنية بمقراتها على مستوى الجمهورية. نقابة المحامين تعقد امتحانات ختام الدورة السادسة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى. لجنة المعاشات تنتهي من فحص ومراجعة 380 ملفاً.